طلبة المجموعة الطبية يطالبون بإلغاء شرط النجاح واحتساب الساعة السنوي لجميع المراحل. مزارعو الشلف في الديوانية يطالبون بمراجعة قرار منع زراعة المحصول في العام الحالي. بعد إهمال طال عقود، قرية الجالي في ذي قار تشهد إنشاء والمركز صحي ضمن صندوق إعمار المحافظة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. طلبة كليات المجموعة الطبية اليوم كانت عندهم وقفة أمام وزارة التعليم العالي، يطالبون من خلال هذه الوقفة بإلغاء شرط النجاح والبقاء على احتساب درجة السعي السنوي ولكل المواد وجميع المراحل الدراسية أسوة بزملائهم اللي سبقوهم في السنوات السابقة. عبر الهاتف معانا حسين علي ممثل هذه الشريحة، أهلا بك حسين. شنو موضوع شرط النجاح؟ أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. إحنا مجموعة من طلبة طبية كافة الجامعات الحكومية والهيئية. نعم. نطالب من وزارة التعليم بإنصاف طلاب المجموعة الطبية من كافة الأقسام والمراحل، وذلك الأسباب التالية والتي لا تتم قبل كل شيء. الأسباب هي أصلا لا تتم بالرصانة العلمية حسب ما تداولت الوزارة. أول الأسباب عدم احتساب السعة السنوي أسوة بالسنوات السابقة. نعم. ثانيا عدم توحيد المناهج بين الجامعات كافة الأهلية والحكومية. طيب. ثلاثة نقل وتثبيت الكوادر التدريسية من الجامعات الأهلية إلى الجامعات الحكومية وعدم إكمال المناهج في الكليات والجامعات الأهلية. أربعة عدم معرفة عدد كبير من الطلاب باستخدام الحاسبات، وأدى إلى تسليم ورقة الامتحان بدون أجوبة. يعني هسه نزلت النسب، يعني اليوم الرسوب كلش فظيع صراحه. والنقطه الخامسه، يعني اذا ما احنا اليوم طلعنا اعتصام يعني والتقينا بالوكيل مال الوزير، وعلى اساس عودي يرد لنا موافقه لان الوزير مسافر، عند مسافر بالحج، فقال هاليومين ان شاء الله نرد لكم خبر، واخذنا وصل من عنده وفتم على الورقه مالتنا يعني وطباعه وكمل كل شيء. والنقطة الأخيرة يعني هي إذا ما وافق على هاي المطالب نرجع ونعلن اعتصام مفتوح أمام مبنى الوزارة. بس أنا أريد أوضح نقطة، يعني إنه سبب إلغاء شرط النجاح هو ترى سبب يعني الطلاب كلهم طالبة بي. ليش؟ إحنا ندرس سنة كاملة وتعب، يعني تمر علينا سنة كاملة شتاء وصيف، حر وبرد يعني علينا، وناس بعيدة تجي من مثلا من محافظات هاي الجامعة المقبولة بيها، فالطلب مرفوض. ليش؟ لاسباب تاليه، يعني احنا ندرس سنه كامله، مثلا فرضا هسه انا قسمي قسم التمريض ماده نسائيه. نعم. انا عندي ساعه 60 وين؟ عند الجامعه. ساعه 60 هذا كله على جهه يروح. نمتحن وين؟ بالوزاره من 100 الفاينل، من 100. اذا ما نجيب 50 احنا راسبين يعني. والاسئله اللي اجت انا قارئ 1000 نقطه يعني، وست ملازم العقد 16 ملزمه، وكل ملزمه بها 60 سلايد. نعم. فالعدد هذا كله اجى من عنده خمس نقاط. النقطة الثانية، عفوا لين بالطريق شوية الصوت، لا يعني طبعي. عادي عادي مو مشكلة، لا تتقيد، أنت سولف لي عن النقطة الثانية. لا هي مو شوية، إي لا مو شوية بالطريق الصوت جاي يقطع شبكة ماكو. طيب وصلنا للنقطة الثانية. النقطة الثانية أنه شرط النجاح، يعني أنا إذا رتبت عد الوزاري أنا أرتب بكل المواد، يعني وين أفيش قرار؟ قانوني نص قانون رقم 6 واحد، قانون رقم 6 ينص انه اذا اجبت 50 انت مقبول يعني ناجح، وهاي تعليمات وزاريه وموجود هذا كتاب. واذا اريد نسوي يعني نجيب محامين ويتواصلون ويا المحاكم وتصير قضيه ريع عام، هي اصلا صارت قضيه ريع عام اليوم بالعدد اللي اجى
والوزاره يعني حتى هي اصلا اليوم دخلت انذار بهذا العدد. نعم. وحاولت قدر المستطاع تفك هاي المظاهرات، يعني وجوا اعلاميين هواي وحتى الاعلاميين من عندكم وجت قناه الفرات يعني هم ما قصروا صراحه، التقوا بينا وهنا صعدنا بس هسه. فمن دخلنا احنا يعني انا اسولف يعني من دخلنا الوزاره صراحه الوزاره هي نفسها ما تعرف شنو شرط النجاح اصلا. واحد يودينا على الثاني يعني شرط نجاح وزاره قررها ما تعرف شنو الشرط مالته يعني شنو يعني. خليني اكو نقطة ثانية. طالبة ام المنحة يعني طالب عنده منحة في الجامعة الحكومية، هاي المنحة يعني يدفع مليون بدل ما يدفع مثلا 8 ملايين كلية صيدلة أهلية. نعم. يعني إذا رتب هذا طالب أبو المنحة يرجع يدفع ترى حالة من حال الطالب الأهلي. وهو ميل أصلا يعني ترى هاي يعني قرار كلش فاشل يعني صراحه. وما واحنا الوزير نفسيته بجامعه المستقبل التقوا به الطلاب على اساس يشوف معاناتهم بالامتحانات الوزاريه وقال لهم يا بسهله وتدللون على اساس والنوبه اعطاهم بس 5 درجات كريف على اساس انه اضافه يعني 5 درجات يعني وين يعني وين اخليها اذا انا 105 نقطه جايتني بس 5 نقاط يعني من منهجنا يعني لقيت النقاط الخارجيات جايبين اياهن من جامع جايبين اياهن من موقع سويدي. يعني هل من المعقول وزاره طبعا دور لا لا وزاره تدور اسئله من مواقع يعني جوجل ترى يعني ما معقول كارثه يعني كارثه. قول لي هو هذا شرط النجاح سابقا موجود؟ ما كان موجود السنه السابقه شنو كان؟ كان السبب كان اكو وزاره نعم اكو وزاره ماكو اي مشكله بس شنو هو؟ السعي محسوب ويا يعني انا داخل عندي 40 درجه نعم. عندي فاينل عملي وفاينل نظري، النظري عندي الوزاري، العملي على الجامعه، اجيب 10 بالعملي صرت 50 يعني خلي اجيب بالوزاري هم فد 10 يعني حتى اطلع يعني متوسط او جيد يعني درجه. يعني انا بصراحه من الاوائل يعني على قسمنا يعني يجيني الشرط يعني اوقع بكل المواد ليش يعني؟ شنو السبب؟ يعني ماكو قرار يعني احنا على ماده واحده نرتب كل سنه نقعد بها يعني ترى اكو طلاب الاهليات يعني هاي المبالغ الجاي تدفع لهم طلاب يعني تعبانه وتشتغل كلها. حسين انت ابقى ويانا حسين ابقى ويانا خلينا ناخذ مداخله من ديقار تمام من بغداد منو؟ حيدر 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حيدر انت طالب وين؟ انا طالب حيدر بغداد المرحله الثانيه جامعه المشرق. جامعة المشرق. زين عندك مداخلة حيدر تفضل. اي نعم اي نعم انا راح اضيف على كلام زميلي دكتور حسين وانوه على شغلة مهمة اليوم نشرح شنو هو شرط النجاح. شرط النجاح يعني هو يعني يلغي السعي الطالب الثانوي اللي خلال سنة كاملة احنا دراستنا تعبانين بيها من قلق من تعب من تفكير نفكر انه شلون نحصل اعلى درجات في الامتحانات اليوميه والكويزات. انا ولا اخيرا انه تفاجئنا انه وزاره التعليم تلغي السعي الثانوي مالتنا لغتها دايركت انه اللغه عن طريق قرار شرط النجاح. نعم. اليوم قرار شرط النجاح وزاره التعليم تتحدث فيه تقول انه هو يعني يحسن من الرصانه العلميه للدراسات الاوليه. اليوم لاحظنا شرط النجاح هو بعيد كل البعد عن المعايير الدوليه وعن الرصانه العلميه اللي تتحدث فيها وزاره التعليم. نعم. بالاضافه الى ذلك شرط النجاح يعني الغاء السعي الثانوي للطالب. اوكي. بالاضافه الى انه عدم يعني عدم قدره الطالب على تحميل الماده الوزاريه. يعني في حال يعني لم ينجح في الامتحان الوزاري في 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 الامتحان الوزاري ممكن يعيد سنه ويؤدي الى رسوب الطالب. والان نلاحظ اليوم نسب النجاح عرضتها الجامعات بعض الجامعات انه طلقوا النتائج نسب النجاح كلش قليله ونسب الرسوب كلش عاليه. زين. نعم. فانتم مطالباتكم حاليا شنو؟ حاليا بعد ان استعرضتكم قضيتكم صارت واضحه بالنسبه لنا. مطالبكم حاليا مطالبنا نطالب بإلغاء شرط النجاح كونه قرار مجحف بالنسبة للطلبة بالإضافة إلى احتساب السعي السنوي للطالب أسوة بالعام الماضي. نعم. طيب أنا أشكرك
شكرا لك. حسين باقي وياي؟ موجود. تحب تضيف شيء؟ ست احنا اتفقنا ويا وكيل الوزير على اساس انه مهله من هالورا العيد، اذا ما شفنا نتيجه راح نرجع نسوي اعتصام مفتوح امام الوزاره. فاحنا يعني حبينا نوصل هاي النقطه، لان صراحه ما جاي نشوف استجابه قويه من الوزاره. يعني اصلا قلت لي فهي الوزاره اصلا ما تدري شنو اصلا شرط النجم، يعني تعجب على قرار يطلع من الوزاره ما يعرفون شنو هو. فمشكله هي صراحه يعني هاي الطلاب يعني جاي تعاني، يعني هسه احنا باعتبار اخوانهم او من باب ابائنا هم لازم يعني يكونون متعاونين معنا ويساعدونا. يعني اليوم وقلت لك من صعدنا للوزاره واحد يودينا على الثاني، صعدنا للطابق التاسع لقينا المتحدث الرسمي والوزير طالع قبل ساعه. نعم. يعني تحاولنا قدر المستطاع، قلت لك تواصلنا ويا الوكيل يعني قعدنا سولفنا وياه، وهي مطالبنا كتبناها واخر نقطه ضفناها ان الاعتصام مفتوح بعد اصدار القرار. زين. فالقرار هو على اساس انه زين. انت جاي من ذي قار؟ اي من الناصرين. من ذي قار. متحمل هذا التعب كله؟ حتى بصراحه حتى الواحد يتوجه يعني حتى واحد يعرف طريقه. مشكله يعني قلت لك يعني الطلاب يعني والله في خطيط من الصبح لليل على مود يدفع بس القصيد وناوي يلغي ويرجع يدفع حاله بالاهلي. كارثه هاي. زين ان شاء الله ما توصلون الى مرحله تعتصمون وتقعدون بالشارع ان شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله يعني ونحتاج وقفتكم ويانا يعني احنا ان شاء الله. دزيتكم على نعم دزيتكم الفيديوهات احنا موجودين وباقين وياكم. شكرا شكرا يا ست. وما عندنا شيء ثاني بس الغاء شرط النجاح اسوء مع السعي اسوء بالعام السابق. شكرا يا طيب. ست. شكرا لك. شكرا جزيلا. من الديوانية اللي تشتهر بزراعة الشلب، وطبعا الناس عايشة على الزراعة وعلى هذا المحصول، وطبعا نعرف هذا المحصول إيش قد هو من المحاصيل الاستراتيجية اللي تدعم اقتصاد البلد. ولكن بهذا العام بسبب أنه الشلب يأخذ ويستهلك كميات كبيرة من المي، وإحنا نعرف عندنا مشكلة بالماء، أصلا عندنا شحة تكاد تكون جفاف تقريبا، لذلك قررت الجهات المعنية منع زراعة الرصد هذا العام، فمزارعو المحافظة كانت عندهم وقفة. اجتمعت مزارعين وفلاحين مدية الشامية والصلاحية والمهناوية والمناطق المجاورة لها لمطالبة الحكومة المركزية بإنصافهم، كون هنالك معلومات قد أصبحت في العيان واضحة، هنالك حصة مائية وإطلاقات مائية نسبة عالية إلى مدينة النجف، إلى محافظة النجف التي تعتبر محافظة مجاورة إلى محافظة الديوانية، وهنالك إطلاقات غير مرضية إلى مدينة الديوانية من ضمنها الشامية والصلاحية والمهناوية. فلذا نطالب الحكومة المركزية أولا والحكومة حكومة الديوانية وحكومة القضاء والناحية ولا غير الحكومات المتمثلة في إنصاف طبقة الفلاحين، كونهم يمثلون نسبة عالية جدا في سكنة هذه المناطق. نحن ممنوعون من زراعة الشلب، وعليه المطلب الأول هو تفعيل اللجنة التي تعوض الفلاحين، لأنه الاقتصاد الرئيسي للفلاحين هو الشلب في هذه المناطق. أما المساحات قليلة محصورة بين محافظتي النجف والديوانية فقط، ولا تتجاوز 300 دونم، ويعوض والتعويض يكون نصف الخطة. نحن نطالب بالتعويض للسنوات القادمة، لأنه المشكلة لا زالت قائمة. هي المشكلة مشكلة شح المياه، عندما تتوفر المياه لا نحتاج تعويض. نحن ناس منتجين غير استهلاكيين، ولذلك نناشد كل المسؤولين ونناشد رئيس الوزراء السوداني، نناشده بالالتفات إلى الفلاحين في هذه المناطق. إحنا عندنا مطالب. ينضم لنا رئيس الجمعيات الفلاحية بالديوانية السيد كريم الياسري. تحية طيبة، مساء الخير. أهلا مساء النور. أهلا ومرحبا بكم. بالنسبة لزراعة الشلب
سنويا تقريبا ايش قد تزرع الديوانية؟ زراعة الشلب بالديوانية ما شاء الله لأن هي الوحيدة بالعراق هي مصدر الشلب العنبر والياسمين بالديوانية. هاي الفترة كلها كان هي سلة العراق بالديوانية. الآن الديوانية تحطمت 70% هي تدرون أنتم ومر على مسامعكم بين 70% من المجتمع الديواني هي هو فلاح. نعم. والثلاثين الباقين هم اعتمادهم على الفلاح. نعم. لأن الديوانية ما تمتلك أي شيء، لا مزارات ولا سياحة ولا أي شيء عدا الشنبات اللي يصير. فإحنا نطالب الحكومة المركزية ولو إحنا عندنا عتب، لأن عتبنا شنو؟ بالشتاء الماضي قالوا إحنا أمننا الخطة الشتوية الصيفية لهذا الموسم الجاي. نعم. فكنا إحنا على استعداد مهيئين نفسنا، كربنا وكملنا تعديل وحصلنا على 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 تعب وعلى على امطار وسماد، ولكن فاجئونا مفاجاه قالوا الامطار راحت. يا الامطار وين راحت؟ انت تأمنت لي وقلت لي الامطار هاي سوينا راح نسوي بها خزين وتأمن لك الخطه الصيفيه. وبعدين اللي صار شنو؟ وبعدين اللي صار مفاجأة قالوا والله قالوا انتم ما زرعون. زين ما زرعون هاي ماكو يعني كل شيء ما عندها، يعني ناس كل شيء ما عندها اي مصدر رزق ماكو معتمد على الزراعة. نطالب التعويض. يعني ما يصير هاي الفلاح يعده نهائيا. نعم صحيح. يعني الديوانيه 1,400,000 و350,000 كل شيء ما عندها اي مصدر، والان والله العظيم باتجاه نحو الموت. يعني نبقي فوق الواجب من قالوا لأمن لكم الوادي من خسارات اللي كراب واللي حظ الروحة واللي اشتغل واللي جاب أسمدة بالدين واللي صار من جيبه حتى يتأمل إنه يجي وارد. لأن بلغونا فعلا بلغونا ترى والله الفلاح يشور، لأن الفلاح مهنة أشرف مهنة هي الفلاح. والنعم لكن هم في حسابهم الفلاح ما أدري يعني شلون يحطوا له بيان خالد. زين خلي أسألك، أعداد الفلاحين المستفيدين من الزراعة شقد تقريبا بالمحافظة الآن؟ ماكو نهائيا أبدا. لكن احنا شنو عتبنا الدول المجاورة ما عدا بجدوا فرات. شلون يمشي أمورها وهي عبد عليكم دراسات الوضعية. يا أختي العزيزة يا سيدتي العزيزة ماكو دراسات للزراعة نهائيا بالعراق. دراسات ماكو، يعني انت تشبك السنه العربيه السعوديه سمعيني؟ زين احنا مو دائما نسمع عن خطه صيفيه وخطه شتويه، هاي الخطط تطبق؟ ما تطبق. زين اكيد يكون لكم موقف، ولكن احنا نقول بدل ما تعبنا نهائيا تنهي عوضوه عن الخطه. زين اذا نحكي عن حصه المحافظه في حال اللغه قرار منع زراعة الشلب، شنو راح تكون حصة المحافظة؟ تكفي للمحافظة؟ شنو حصتها؟ كل حصة بعدها شنو حصتها سيدة؟ شنو حصتها؟ يعني ما عندها حصة المحافظة؟ ما شنو ما شنو حصتها؟ يعني هذا كلام بس نسمعه ماكو بالحقيقة. احنا بالنسبة للمظاهرات وبالنسبة لحكينا ونطالب الحكومة المركزية، هاي صار لنا سنين الديوانية مع الديوانية هي سلة العراق، الديوانية عاصمة العراق بالزراعة. لكن مع الأسف كل المحافظات عندها موارد وعندها سياحة وعندها اقتصاد وعندها، لكن باستفتاء الديوانية هي السماء والطارق كل شيء. زين رئيس الجمعيات الفلاحية بالديوانية سيد كريم الياسري، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، أشكركم. عندنا اتصال من ديالة من فلاح. السلام عليكم. السلام والرحمة. أنا شلون صحتك؟ أهلا بكم. حياك. أيوني. والله أنا ناشدت على موت أقرا نقلة من حكومة. على موت شنو؟ ما سمعت زين أنا. بس أريد نقلة أنا للديانة للخانقين كل شيء ما أريد. ما سمعت. ممكن تعيد إذا يعني تسمح؟ والله ما ادري شبكة يمني يمكن شيء مو زين. تمام قول لي بس شنو مناشدتك؟ والله بس ناشدت على مود شو اسمه، نقلوني للديانة للخراقين كل شيء ماري. نقلوك من الديانة للقائم. اني جريح ترى. انت جريح؟ اي اني جريح.
دفاع الداخلية. اي والله انا تبيح دواعش هجم على بيتي اخير مره دواعش حرق بيتي كامل مكمل. دفاع له داخلية. انا داخلية. اي والله اسمي فلاح صلاح محمد رحيم. زين اللي تريده شنو؟ اللي تريده تناشد بيه شنو؟ والله بس رايد منكم وصل صوتي للسيد الوزير الداخلية المحترم. بس تقلوني للديانة للخانقين قضاء خانقين. قريب على سكنك وبيتك؟ اي والله. حقك. والله العظيم هسه قعدت بالايجار للكلام. هذه المناشدة إلى سيد وزير الداخلية. اي والله. يعني نتمنى أنه توصل. اي والله. صلاح محمد رحيم. وعندك عائلة؟ اي والله صاحب أربع عيال. اي والله. زين، شرطة الحدود؟ لا شرطة الداخلية بالمحافظة ديالة. اي والله. زين، احنا هاي المناشدة إلى وزارة الداخلية، إن شاء الله يستجيب السيد وزير الداخلية لموضوعك. اي والله. إن شاء الله، شكرا لك. شكرا. عيوني. شكرا. حبيبي الله. إحدى قرى محافظة ذيقار قرية التشالي الواقعة في ناحية بني زيد، هذه القرية كانت ومنذ نشأتها تفتقد إلى أي مركز للخدمات الصحية، فبالتالي اضطر المريض أن يذهب لقضاء الشطرة. ولكن هذه الأيام وضمن صندوق إعمار ذيقار شهدت القرية المباشرة بإنشاء أول مركز صحي. إنشاء المركز الصحي التشالي ضمن ناحية بني زيد ضمن مشاريع صندوق عمار ذيقار. حاليا العمل وصلت نسبة إنجاز بحدود 10%. تم إكمال طبقة الفاونديشن. حاليا في طور البناء بالطابوق للباتلو. وجهنا الشركة المنفذة شركة الإبداع المتجدد بالالتزام بالمواصفات الفنية والعمل يكون بنظام شفتين. يعد هذا المشروع من أهم المشاريع الصحية لما تفتقر له هذه المنطقة من عدم شمولها بالمراكز والمنشآت الصحية، حيث يعاني أهالي هذه المنطقة بالذهاب إلى المناطق إلى قضاء الشطرة ليتم معالجتهم. صندوق عمار ذيقار استهدفها ووصل إلى أبعد نقطة ضمن الأقضية والنواحي باستهدافها بكافة مشاريعها وبكافة القطاعات. الحمد لله يعد هذا المشروع من ضمن المشاريع السبعة التي ضمن قطاع الصحة الذي استهدفها صندوق عمار ذيقار. مشروع مركز صحي فرعي التشالي في منطقة بني زيد، هذا المشروع ضمن صندوق عمار محافظة ذيقار. طبعا هذا المشروع في منطقة ريفية كانت تفتقر إلى أي مركز صحي، حيث أن أقرب مركز صحي في قضاء الشطرة يبعد مسافة بعيدة. هذا المشروع يخدم أهالي المنطقة حتى توفر كل متلزمات الصحية للرعاية الأولية وكل العناية من أطباء وأطباء الأسنان والأشعة والمختبرات موجودة في هذا المركز. نسبة المشروع حاليا 10%. باشرنا بالعمل خلال شهرين، إن شاء الله خلال 8 أشهر يتم إكمال العمل بصورة. ينتهي صوت عراقي. السلام عليكم ورحمة الله.